بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول لك رساله مهمه جدا: اوعى تكسر قلب واحده ست. اوعى تكسر قلب واحده ست، لان ربنا منتقم، لازم ربنا يجبر بخاطرها على حسابك لو كسرت قلبها. قصه النهارده قصه بنت اتاخر جوازها، هي سنها وصل 34 سنه، ما اتجوزتش، كان نفسها تتجوز طبعا وتبني بيت وتبني اسره، لكن اخيرا اتقدم لها شاب حبيته جدا وتعلقت بيه جدا، وهو الحقيقه اتعلق بيها جدا، لكن امه كانت متضايقه ان هي عندها 34 سنه، عايزه واحده صغيره اصغر من ابنها بكتير، وشايفه ان لا، ابني يستحق احسن من كده. كلمه كتيره بتتقال من امهات كتير، لكن الشاب عايز البنت، وبالتالي ضغط على امه، وامه مضطره انها تقبل، لكن يبدو ان الام فقدت بقى قدرتها على التوازن قبل كتب الكتاب باسبوع، بعد ما بلغوا الناس كلها. عملت ايه الام؟ في وسط ما القرايب قاعدين كسرت قلب البنت. ازاي؟ جت قدام كل الناس وقالت لها: ممكن توريني بطاقتك كده؟ فقالت لها: ليه يا طنط، في حاجه؟ قالت لها: بس وريني بطاقتك. قامت البنت طلعتها بطاقتها، قامت بصه: يا انت مواليد كذا، ده انت كبيره. لا 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 لا، انا عايزه ابني يتجوز واحده اصغر من كده بخمس سنين. وقامت راميه البطاقه. طبعا اتفركشت الجوازه، بكت البنت بشده، انهارت نفسيا، اشتكت الى الله، تعبت وتاثرت. تلف الايام واختها ده وجوز اختها يقولوا لها: انت تعبانه، تعالي اطلعي معانا عمره، بعد اللي حصل لك ده محتاجه تهدي كده. مفيش، تطلع معاهم العمره، وهم راجعين من العمره ترجع بعديهم بطياره، يعني اخوه جوز اختها واختها سبقوها بطياره ومستنيينها في المطار، وهي نازله من الطياره اللي بعديهم مش قادره تجيب الشنطه بتاعتها محشرجه كده وفي الطياره من فوق، فجي واحد كده راجل وجدع، فقام مساعدها وجايب لها الشنطه، فشكرته جدا ومشيت وسابته. وصلت فلقت اختها وجوز اختها بتقول لهم: يلا نمشي. قالوا: لا بس احنا مستنيين ايه، واحد صاحب جوز اختك جاي حالا. فمين طلع صاحب جوز اختها؟ الراجل اللي جاب لها الشنطه. اتعرفوا على بعض، بدأت العلاقة تنشأ بين الاتنين. ليه ما نتجوزش؟ اتجوزوا، اتجوزوا وربنا أكرمها. مين اللي بيحكي القصة؟ هي اللي بتحكيها. اتجوزوا وربنا أكرمها وخلفت ثلاثة: فاطمة والحسن والحسين، وعاشت حياة جميلة جدا. بس لسه فاضل في القصة حاجة صغيرة، الخطيب السابق اللي كان خطيبها اتجوز هو كمان يعني، ولقى جوازة ومشي في حياته، بس ما خلفش. أصل حصل حاجة غريبة جدا، كل ما يروح يكشف عند دكتور: أنت غير قادر على الخلفة. يا ترى يا جماعة، ده انتقام ربنا لحد عاير بنت إن أنا مش عايزة أتجوزها واحدة كبيرة علشان عايزة ابني يخلف، وعشان عايزة ابني كذا وكذا وكذا وكذا. القصة البسيطة اللي أنا حكيتها دي بتحصل مع كل بنت يتكسر قلبها، لازم ربنا ينتقم لها. القصة اللي أنا حكيتها دي، خلي بالكوا يا شباب، اللي يلعب بعواطف بنت ويضحك عليها وهو مش ناوي يتجوزها، اللي يتكلم مع امرأة ويهنها، اللي يتجوز واحدة ويقعد يعايرها بعيلتها، اللي يقعد يأذي امرأة في أي شيء في حياتها، كسر قلب بنت يغضب الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه؟ لأن النبي قال لنا في خطبة الوداع: أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله. يعني إيه بأمان الله؟ أنت فاكر إن أنت خدتها من أبوها؟ انت خدتها من ربنا. انت فاكر ان ابوها هو اللي اديها لك؟ ده ربنا اللي اديها لك هديه.